إعدام شيخ الإسلام الشيخ حسن أفندي الملقب بأخي زادة. لم تكن هذه الحادثة عادية أبداً، فلأول مرة في التاريخ العثماني يمر شيخ إسلام بمحنة كهذه. وعن هذا الحدث الجلل في التاريخ العثماني سيكون فيديو لقناتنا منارت الثقافة. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات والإعجاب بالفيديو. يقول البروفيسور أكرم كيدو في كتابه مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية أن شيخ الإسلام كان الشخصية الثالثة في الدولة العثمانية من حيث الأهمية، وكان له عبر مركزه تأثير كبير فيها. لقد كانت الكلمة الأخيرة في القضايا الحقوقية والدينية تعود إلى شيخ الإسلام، وكانت القضايا الحياتية والدنيوية للدولة تحتاج إلى فتواه، سواء ذلك في إعلان الحرب أو في تحقيق الإصلاحات والتغييرات الحكومية. إلا أنه عزيزي المشاهد، هذا الأمر لم يمنع السلطان مراد الرابع من إعدام شيخ الإسلام أخي زادة. ولقد كانت هذه سابقة كبيرة في الدولة العثمانية، حيث قيل أنه ثارت شائعات عن شيخ الإسلام زادة حسين أفندي، وتم اتهامه بأنه أخذ الرشوة واستغل منصبه بصورة سيئة. إلا أن المؤرخين نفوا عنه هذه التهمة، وأكدوا على أن سبب إعدام هذا الشيخ هو اعتراضه على قتل السلطان مراد لإخوته. فذكر صاحب كتاب الدولة العثمانية المجهولة مثلاً أنه في عهد السلطان مراد الثالث شغل ثلاثة من العلماء المشهورين منصب شيخ الإسلام. العالم الأول كان شيخ الإسلام يحيى أفندي، والذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات في عهد السلطان مراد الرابع، حيث أنه كان يقال ثم يعاد إلى منصبه. ولكونه عالما مستقيما وضد الرشوة والفساد، فلقد عزل من منصبه مرتين بسبب المؤامرات التي حاكها ضده المفسدون. وعندما ظهرت براءته واستقامته أعيد إلى منصبه. أما شيخ الإسلام الثاني الذي تولى في عهد السلطان مراد الرابع، فهو الشيخ الذي نتحدث عنه اليوم، وهو حسن أفندي الملقب بأخي زادة. ولقد تم إعدامه نتيجة شهادة زور قام بها بعض المفسدين. كما أن هذا الشيخ الجليل كان ضد إعدام القضاة والمفتين، وفي الأخير تسبب عدم قيامه بإعطاء فتوى حول تبرير قتل الإخوة، تسبب هذا في الإطاحة برأسه. وبالتالي فقد كان هذا الشيخ بريئا مما نسب إليه في الدراما من أنه قد ساعد السلطانة جولبهار التي هي بدورها شخصية خيالية. وإنما كما ذكر أغلب المؤرخين، فقد تم إعدام هذا الشيخ لنزاهته وتمسكه بالحق وعدم إعطاء فتوى في قتل الإخوة. وقد ذكر المؤرخون أنه كتب رسالة إلى السلطانة كوسيم والدة السلطان مراد الرابع، أعرب فيها عن رفضه وأسفه لما يفعله السلطان في إخوته من قتل. فكتب فيها ما يلي: حاول إبعاده عما يجلب عليه الدعاء، ونأمل أن تنصحيه كي يحصل على دعاء الخير من زمرة العلماء، وأتمنى أن يبدي السلطان التوقير لهذه الزمرة التي احترمها أجداده. ظنت السلطانة كوسيم بأنها عندما تطلع ابنها السلطان مراد برأي شيخ الإسلام في قتل إخوته فإن هذا سيرضعه. إلا أن هذا الأمر أثار غضب السلطان كثيرا، واعتبره تدخلا من أمه ومن شيخ الإسلام في الدولة، وأصدر قرارا بإعدام شيخ الإسلام زاد حسين أفندي بتهمة التحذير لإعلان العصيان. ولقد تم إعدامه حقا، وجعلت هذه الحادثة التي تخطى فيها السلطان كل الحدود جميع رجال الدولة والشيوخ يرتعدون خوفا منه. ولقد ولد شيخ الإسلام أخي زادة حسين أفندي في إسطنبول سنة 980 هجريا، وبعد أن حصل العلم تولى قضاء إسطنبول سنة 1014 هجريا، ثم أصبح قاضي عسكر الأناضول سنة 1020 هجريا، ثم قاضي عسكر الرومي سنة 1032 هجريا، هذا إلى أن تولى المشيخة الإسلامية سنة 1041. أما عن منصب شيخ الإسلام فهو منصب ديني أنشأته الدولة العثمانية، وكان يتولاه المفتي الأكبر في الدولة، وكان مقره بالأستانة إسطنبول. ولقد كان السلطان محمد الفاتح هو من بدأ في إنشاء هذا المنصب عندما خص المفتي بهذا اللقب، وكان ذلك سنة 1451 ميلاديا. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أنجزته استجابة لطلب أحد المتابعين الكرام. أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.